مساء الخير. التخلص من مياه الصرف الصحي أزمة بتعاني منها كتير من الدول، وللأسف هالمياه الملوثة عم تختلط بالمياه الجوفية وعم بتلوث مياه الشرب. مؤخراً اكتشف العلماء بكتيريا بتقدر تنقي مياه الصرف الصحي بسبع دقايق وبنسبة 100% وموجودة بباطن الصحراء وبالأهرامات، وكانوا يستعملوها الفراعنة من زمان. هالاكتشاف قادر على حماية البيئة والإنسان بشكل كتير كبير. بالعودة لطقسنا، انطلق اليوم آخر أسبوع من فصل الربيع مع أجواء صافية، مرافقتنا على الحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط مع توقع ارتفاع بدرجات الحرارة بالأيام اللي جاية. رطوبة عالية على الساحل عم توصل ل 80%، الهواء خفيف الرؤية والرؤية عم بتكون جيدة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 25 درجة. الليلة طقسنا بلبنان قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل على الساحل 19 درجة. لبكرة طقسنا شبيه باليوم، صافي مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اللي عم تتراوح ببيروت بين 22 وال 31، فوق الجبال بين 14 وال 24، بالأرز بين 10 وال 14، بالبقاع بين 14 و 30، وبالجنوب بين 15 و 27. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 17 بعكار، طرابلس 24، جبال 24، برمانة 24. ننتقل من بعدها إلى صور 25، بنت جبال 22، رشيا 21، زحلة 22، بعلبك 25، والهرمل 26. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و 80%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كم/ساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة رح توصل درجات الحرارة لل 19 وأقصاها 30، نهار الثلاثة بتتراوح بين 19 وال 31، ونهار الأربعاء أيضا بين 19 وال 31. وهلأ مننتقل سوا تنشوف درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. إذن عمان 24، الجزائر 21، طرابلس 30، ننتقل من بعدها إلى لندن 21، برلين 24، وروما 25. وهيدا كان كل شيء. Bye.